رياضة الوينج سوت فلاينج. هي رياضة غريبة من نوعها، حيث يلبس الممارس لهذا النشاط بدلة خاصة تساعده في الطيران، حيث تضيف مساحة لجسم الإنسان ليتمكن التحليق في الهواء. تكون الزيادة في الزي من جهة تحت الإبطين وبين الساقين، والتي أخذت شكلها من جسم السنجاب الطائر والخفاش، وقد كانت أول تجربة لهذه الرياضة في أواخر التسعينيات. تعتبر الوينج سوت فلاينج من أخطر الرياضات في العالم، حيث من الممكن عند حدوث أي خطأ لا سمح الله أن يصطدم اللاعب بأي جسم حوله، فقد يبلغ متوسط سرعة الطيران إلى 160 ميل، أي ما يساوي 257 كيلومتر في الساعة. يتم التدريب عليها في عدة بلدان، أشهرها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم التدريب عليها من قبل جمعية الولايات المتحدة للقفز بالمظلات، حيث لابد من يريد ممارسة هذه الرياضة أن يقفز على الأقل 200 قفزة في مدة لا تقل عن السنة ونصف لتكوين خبرة كافية للانتقال إلى الوينج سوت فلاينج. وبعض البلدان تتطلب قفز 500 قفزة على الأقل لممارسة هذا النشاط. تبلغ أطول مسافة تم قفزها 37,000 قدم، أي ما يساوي 11 كيلومتر فوق سطح البحر، والذي قام بها الزوجين الأستراليين هيثر سوان وجيلن سينجلمان في 2008. أما بالنسبة لأقصى سرعة تم قياسها فقد وصلت إلى 226 ميلا، أي ما يساوي 363 كيلومتر في الساعة.